حدثنا النهارده عن العديد من الملفات الهامه جدا، زي طبعا تصالح في بعض مخالفات البناء، زي الاشتراطات البنائيه، زي دور الجامعات الزراعيه، زي ايضا دور الوحدات المحليه. اتكلمنا ايضا على قانون 112، اتكلمنا على قانون 148 سنة 2019، يمكن كان حديث هام جدا. احنا بنشوف هنا وعي كبير جدا لدى المواطن المصري بالتحديات. الحديث كان يدور في إطار دعم الدولة المصرية، أيضا ضرورة النظر إلى احتياجات المواطن، رفع الأعباء، مواجهة الغلاء، مواجهة جشع التجار، مواجهة يعني الأمور الاحتكارية والتصرفات الاحتكارية. سعيد بالمؤتمر، وياريت في كل قرية، في كل مركز، في كل محافظة يكون في مؤتمر النواب والحوار الوطني، يسمع مشاكل الناس يوصلها لفخامة الرئيس. مناقشة صريحة، مناقشة مفتوحة، هات وخد زي ما بيقولوا. النائب عمرو درويش بيسمع للناس كلها، كل التفاصيل، وفي نفس الوقت بيسمع من الناس، يعني بيسمع من الناس وبيجاوب الناس بمنتهى الامانه. المؤتمر يبقى فرصه كبيره جدا ان هم يبدوا مشكلاتهم ويبدوا حلول لاي حاجه واقفه قصادهم.